معسكر الرشيد واحد من المشاريع التي يعول عليها من متنفسات بغداد، يمكن أكبر مساحة من الزوراء بعشر مرات. نعم. هذا المعسكر أحيل إلى مستثمر أو شركة أذربيجانية على ما أعتقد. أولا، هل هذه الشركة متخصصة؟ هل لديها أعمال مماثلة؟ لماذا هذه الشركة تحديدا؟ هل كانت مناقصة علنية؟ نعم. معسكر رشيد ابتداء هو بمساحة 5000 دونم، يعني بقدر الزوراء 10 مرات مثل المعلومة اللي متوفرة عندك. زوراء 500 دونم، معسكر رشيد 5000 دونم. معسكر الرشيد أمانة بغداد لا تملك مترا مربعا واحدا في معسكر رشيد. أملاك معسكر رشيد هي عائدة إلى وزارة المالية، وبعضها أملاك عائدة إلى وزارة الدفاع، وبعض شركات وزارة الصناعة والمعادن. عدد جزء اللي هو مخصص إلى وزارة الصحة اللي هو مستشفى الرشيد العسكري اللي هو بمساحة 401 دونم. صدر قرار من الحكومة واعتبره قرار شجاع وقرار مهم جدا للعاصمة بغداد. هذا القرار هو تحويل منطقة معسكر رشيد إلى مناطق ترفيهية وغابات مستدامة ومسطحات خضراء من دون منح أي موافقة لإنشاء أي سكن في داخل هذا المجمع. عرفنا كل الرؤى السابقة كانت تتحدث عن مجمعات سكنية في هذه المنطقة. زين. اليوم رؤية الحكومة هي ذاهبة باتجاه مناطق خضراء وغابات وفعاليات ترفيهية للمواطنين. بصراحة موضوع هو مو موضوع مناقصة ولا موضوع مقاولة، هذا الموضوع هو موضوع استثمار. اليوم مساحة بخمسة آلاف دونم ككلفة أولية لأي مستثمر أن يجي يستثمر أمواله ويجيبها من خارج البلد لمثل هكذا فعاليات، وخصوصا الفعاليات الترفيهية مردوداتها تكون بسيطة وطويلة الأمد. يعني اليوم مثلا مستثمر راح يسوي مثلا مدينة ألعاب على سبيل المثال، الاسترداد هو تكت الألعاب اللي تجي أو المطاعم اللي راح تكون، هي استردادات مو مثل استردادات السكن. يعني بالاستثمار ملف السكن استرداداتها تكون سريعة، وبالتالي اختيار مثل هكذا شركات لتنفيذ هذه المشاريع هي اختيارات صعبة. كانت هناك مجموعة من الشركات المتقدمة بصراحة، والشركة للتصحيح هي مجموعة شركات وليست شركة واحدة، شركة عاملة في إقليم كردستان ولديها نجاحات كبيرة في الإقليم، وأيضا مجموعة شركات منفذة العديد من المشاريع في داخل وخارج العراق. صدرت لها الإجازة الاستثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار بعد التأكد. مطمئنين جدا بعد التأكد، يعني خلينا ترتاح، خلينا نحكي بلغة المواطن. احنا كحكومة ما دافعين ولا دينار للشركة، ولا راح الشركة تنفذ وهي مقاولة أن نعطيها سلف. المستثمر راح يجيب أمواله. المتر يسوى ذهب. بالمقابل بالمقابل فرضنا عليه رؤية لتنفيذ فعاليات ستغني العاصمة بصراحة. إذن المخطط متفق عليه. متفق عليه. وللعلم احنا ان شاء الله، وهذا الكلام دائما للدولة، اغلب المحافظات بالاعياد والمناسبات تذهب الى اقليم كردستان. احنا ان شاء الله اذا كملت مدينة غابات بغداد المستدامة، بعد المحافظات تجي الى بغداد تقضي العيد وتقضي المناسبات.